هقول لك على حاجة أو تركاية مهمة قوي، لو عملتها تغنيك عن مذاكرة الماس تماما. التعابة والحلاوة دي أكسب بالله. صدقت يالا ولا إيه؟ تعال أدي يا مراكم، يالا خش يالا على كورس الشهر الثالث في المنصة. تعالى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ كورس الشهر الثالث للمنصه نزل يا حبايب قلبي على المنصه بتاعتنا، وهو اخر حاجه خاصه بشروحات المنهج بتاع الترم الاول. الحمد لله خلصنا المنهج على خير، وباذن الله باذن الله باذن الله نستنى مع بعض اقوى فاينل ريفيجن على الاطلاق باذن الله في الفتره الجايه، وهنعلن عنها قريب. كورس الشهر الثالث لمرحلتين بريك 3 وسونير 1، وان شاء الله بعد ايام هنعلن عن ثانيه ثانوي. لما نجهزها ان شاء الله هنعمل فيديو ليها وهنوضح التفاصيل باذن الله ليها. تعالوا بقى نخش مع بعض على المحتويات اللي احنا هنذاكرها في خلال الشهر الثالث، وبكده نكون خلصنا المنهج ان شاء الله على خير. اول حاجه حبايبي هنتكلم على مرحله بريب 3. بريب 3 احنا عندنا دلوقتي ده المحتوى بتاعها، وعايزين نظبط مع بعض نذاكر ايه في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، عشان يبقى كل واحد عارف هو هيعمل ايه. بص يا سيدي، احنا عندنا في الجيومتري عموما درسين اتنين بس، درس اسمه سلوب اوف ذا ستريت لاين ودرس اسمه ايكويشن اوف ذا ستريت لاين. الدرس ده درس تقيل جدا، وده هناخده او هنشوفه اخر اسبوع من الكورس. يعني الايكويشن اوف ستريت لاين ده اركنهولي على جنب خالص دلوقتي. طيب في يونت هنا اسمها statistics. طيب بصوا بقى عشان بس ايه الناس تبقى واخده بالها من القصه دي، اليونت بالكامل انا شرحها لك في فيديو واحد، ما بيجيش في الامتحانات غير هذا الفيديو او المسائل اللي على هذا الفيديو بس. اليونت من اولها لاخرها كده مختصره في فيديو صغير، ما بيجيش في الامتحانات اي حاجه غير اللي موجود في الفيديو ده، عشان بس نكون متفقين. نيجي مع بعض للالجبرا. الالجبرا انت عندك هنا ثلاث دروس مهمين جدا، following proportional وcontinued proportion والدايركت اند انفرس فاريشن. طيب اول اسبوع احنا هنذاكر الدرسين دول لان هما شبه بعض بنسبه كبيره جدا، following proportional وcontinued proportion، ده هنذاكرهم مع بعض في اسبوع واحد. هنيجي في الاسبوع الثاني هنذاكر الدايركت اند انفرس فاريشن والسلوب اوف ستريت لاين، يبقى ده كده في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثالث هنذاكر الاستاتستكس كلها، يبقى احنا كده خلصنا الالجبرا. ثم الاسبوع الرابع هنذاكر الايكويشن اوف ذا ستريت لاين، يبقى دي التقسيمه بتاعتنا حبايبي عشان نبقى عارفين هنمشي ازاي. تعالوا بقى نخش على الطلاب اولى ثانوي. طلاب اولى ثانوي المحتوى بتاعنا حبايبي كالاتي زي ما احنا شايفين كده، ده عشان يبقى خلصنا المنهج ان شاء الله كله على خير. الجيومتري هناخد مع بعض تالس ثيرم والبايسكتور اوف ذا انجل والكونفرس بتاعها، طبعا هو اخر ليسون خالص، ده ملغي عندك من المنهج، ولو ما كانش ملغي هتلاقيني ان انا بضيفه، بس بنسبه كبيره جدا هو ملغي. طيب الثلاث دروس دول خاصين بالجيومتري عشان الجيومتري كلها تبقى خلصت. بالنسبه للتريك في درس صغنن خالص، الدرس ده خلي بالك برضو عامل زي الاستاتستكس كده، لما احنا نشوفه هو ده اللي بيجي في الامتحان بس. نيجي مع بعض للالجبرا. الالجبرا يا سيدي هتلاقي فيه درسين عندك، حاجه اسمها ساين اوف ا فانكشن وسولفنج انيكواليتيز اوف ا فانكشن. طيب التقسيمه بتاعتنا عموما يا شباب هتتم ازاي؟ الاسبوع الاول ناخد ايه؟ الاسبوع الثاني ناخد ايه؟ الاسبوع الثالث ناخد ايه؟ الاسبوع الرابع ناخد ايه؟ تعالى. المفروض ان الوضع بتاعي هنا بيتم كالاتي، الاسبوع الاول حضرتك هتاخد لي ايه؟ هتاخد لي حاجه اسمها تالس ثيرم مع ساين اوف ا فانكشن، يعني الدرس الاول من الجيومتري مع الدرس الاول من الالجبرا، ده في الاسبوع الاول. طيب الاسبوع الثاني هتاخد لي البايسكتور انجل والكونفرس بتاعها، ده كده في الاسبوع الثاني، الاثنين دول مع بعض في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثالث هتاخد لي solving inequalities، ثم الاسبوع الرابع خالص هتاخد لي الجراف للtrigonometric function، يبقى ده التقسيمه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض بمنتهى البساطه. باذن الله نخلص الكورس على خير، وباذن الله ننتظر بعده اقوى final revision على الاطلاق ممكن تشوفها. وانا عارف يا حيل عشان اقف يا باشا، هروق عليك بمعنى كلمه هروق عليك باذن الله. اشوفكم على خير في المراجعات النهائيه، ودايما مكسرين الدنيا مع بعض. السلام عليكم.